الآن نذهب إلى مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن من القاهرة. أستاذ رامي، يعني لابد أن أسألك عن الحصيلة حتى وأن لم يكن هناك أي أرقام ربما موثوقة، ولكن الوضع الإنساني يفرض أن نسأل، هل من ناجين؟ هل من ناجين؟ صباح الخير. طبعا هل من ناجين؟ قد يكون هناك ناجي أو ناجيين أو عشرة، ولكن هل من الذين لا ليسوا ناجين؟ هل هناك مزيد من الجثث تخرج؟ هل هناك مزيد من السوريين ينتظرون إن كانوا على قيد الحياة تحت الأنقاض من يخرجهم من تحت هذه الأنقاض؟ لذلك أقول أن يعني الوضع مأساوي. تحدث الضيف في الولايات المتحدة الأمريكية عن أمريكا تسمح وأمريكا لا تسمح المساعدات الأمريكية. إن كانت أمريكا تريد أن تساعد بخارج مناطق النظام، فلتأتي المساعدات إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية وتدخل عبر معبر عون الدادات لمناطق السيطرة التركية التي دخلت منه يوم أمس جثث سوريين كانوا قد قتلوا في الزلزال داخل الأراضي التركية. لذلك أقول لك بأن الإنسانية يجب أن تبتعد عن كل عقوبات، تبتعد عن كل لا حتى نكون دقيقين. ضيفنا إيهاب عباس قال حتى في الداخل الأمريكي، الأمريكيون ليسوا راضين عن موقف الإدارة الأمريكية، ليسوا راضين عن الإدارة الأمريكية، بل أن بعضهم قدم ولو بشكل رمزي بعض المساعدات لتركيا ولسوريا. لا نتحدث عن شعب أمريكي، نتحدث عن إدارة أمريكية. هذا هو السؤال الكبير. هذا هو السؤال الكبير أستاذ رامي. تستطيع أن تنتقل بالطائرات وتقتل من تقتل وتدخل من تدخل، ويوميا هناك أمثال تدخل من العراق إلى داخل الأراضي السورية. لذلك أقول لك بأن اليوم الموضوع إنساني، يعني المعابر مع تركيا هي مغلقة، المعابر مع تركيا هي مفتوحة فقط لدخول الجثث من داخل الأراضي التركية. لماذا لا تدخل المساعدات إلى تلك المناطق؟ وأيضا الطائرات التي حطت في مطار حلب والتي هبطت في مطار دمشق تحمل المساعدات لأبناء الشعب السوري. نحن نتحدث عن 72 منطقة، وإذا به نكتشف بأن هناك مناطق جديدة يعني يوجد فيها دمار، يوجد فيها خسائر بشرية. يعني عندما نقول جبلة تستخرج منها أمس جثث يعني من تحت الأنقاض، أنقاض مباني أمس، يعني أمس بعد أيام، والجبلة لم يجتاحها الزلزال مثل ما اجتاحها مناطق في إدلب، مناطق في أحياء في مدينة حلب. لذلك أقول يعني ماذا على الذين الآن هم تحت الركام سواء في مناطق كم وصلنا الأعداد؟ وصلنا للأسف الأعداد، ما هي الحصيلة حتى الآن؟ الحصيلة بشكل قطعي وليست نتحدث عن أرقام تقديرية، نتحدث عن أرقام موثوقة. إلى الآن نحو 2700 بشكل قطعي، يعني نتحدث عن مئات، فجأة نتحدث عن مئات، يعني شيء مسئل حقيقة الأمر. يعني عندما يحدثنا من جنديرس على سبيل المثال يقول بأن هناك 200، ليس 84 مثل ما قال الدفاع المدني، هناك 259 مبنى تهدم بشكل كامل أو شكل جزئي. هناك لا يزال في تلك البقعة الجغرافية الصغيرة في عفرين ناس تحت الأنقاض. هذه المنطقة لوحدها قد يصل عدد الذين قتلوا فيها إلى 900 بلدة صغيرة. قس على باقي المناطق، أي أن العدد قد يفوق 3000 بكثير. أمس قلنا قد يفوق العدد، قد يصل العدد إلى 3000، وإسبيه قد يصل العدد إلى 3000 اليوم. لذلك يعني الأمر حقيقة الأمر محير ومذهل. شكرا جزيلا لمدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن.